بيان سور تاريخي، مي انتصار جزئي. كنت قلت فما مبدا الادانه موجود، معناها 6 أشهر مع تاجيل التنفيذ. انا باش نتقابل معاهم بعد، باش نتقابل مع العائله، باش ننصحهم نمشيو امام محكمه التعقيب، سنطحن في هذا الحكم الاستئنافي، باش ناخذوا معناها عدم سماع دعوه ان شاء الله. معناها مازالت المعركه متواصله، معركه الحريات هذه مازالت متواصله. الحق المحكمه انصفته، المهم اليوم ولد الكنز يخرج اللي كنا متخوفين منه. معناها مش باش يصير، عدى كمان 14 يوم في السجن دون دي كونديسيون ديفيسيل، تو نرجع لهم النهار تحكي لكم عليهم هما، تحكي لكم عليهم هو، ربي معاه، انصفته المحكمه. هذا سافي بليزيغ معناها دو فواغ اون جوستيس ولا دو موا اون شامبر من محكمة الاستئناف معناها لم ترضخ إلى الضغوطات اللي سمعناها وعرفتوها من عند السياسيين ومن على رأسهم السلطة التنفيذية. احنا فرحانين وكهو، أنا فرحان معناها شخصية مع الأخر. غازي برشا من الناس يقولوا لي 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ هو حل يرضي الطرفين. ما نعرفش، اسألهم هما الطرف الآخر اللي نحبش نذكره، فهمتني؟ اسألهم. أنا معناها نفرح يولد الكنز باش يروح، ما فهم مبدأ الإدانة، فهمتني؟ أحسن حاجة عليه باش يخرج، يرثيني ما يرثينيش، عليه باش يخرج. ونتصور من بعد 6 شهور، من 6 شهور المفيد أنا عندي عليه باش يخرج، هذيك أهم حاجة في الحكاية. نتصور معناها خاطر ما نجمش يعطيه أقل من 6 شهور باش معناها زاد الهيبة نتاع القضاء وكاللغات هذيك، فهمت كيفاش؟ هاكا 6 شهور سرسي على عينين. بالنسبة لي أنا أول حاجة ماهمش عاملين علينا حتى مزية، فهمتني؟ ماهيش مزية كي حكموا 6 شهور سرسي نورمالمون من الأول، فهمتني؟ جات مأخر مي بون الحمد لله عليه هو، فهمتني؟ أبري تو ليسونسييل يعني باش يروح ولد الكنز وباش يرجع لهم ولد الكنز، فهمتني؟